هنا على طريق اللعب امامنا. ابراهيم كونتي لاعب مهاري جدا. ابراهيم كونتي يرجع لطول في وسط الملعب يغير اللعب حلو قوي. ابراهيم تراوري اللي بيستلم. ابراهيم تراوري ويحاول وبشمال ويلف كره جميله جميله الكره ملفوفه ولمسه يد مش بتاع ابدا وجول. يا ولد يا ولد يا ولد محمد يا طارق محمد يا طارق ايه ضرب الكوره في الشباك امامنا. الكوره اتلعبت والكوره بتلمس في ايد المدافع. اللعب بيستمر ومحمد يا طارق يا هل ترى هل يكون هدف الفوز في اللقاء لصالح منتخب غينيا؟ اذا يا طارق يسجل في هذه اللحظات لاعب فريق نادي ليون. الكره العرضيه حلوه قوي. المساحات موجوده في دفاع كوت ديفوار في الجانب الايسر كان كانون واستلم حلو قوي اللاعب ابراهيم تراوري يلعب عرضيه يرتقي اليها ويلفريد المدافع شوف بقى هو اعتقد سيرجيو ريه هو رقم 17 لمست كده في المدافع وصلحت لمحمد يا تارا جونيور. محمد يا تارا جونيور لاعب فريق نادي ليون خطفها حلوه قوي قوي في الدقيقه 36 الهدف الاول لمنتخب غينيا. شوف بالارقام كوت ديفوار متفوقة وجيرفينيو وصل والكرة جت في العارضة. محمد ياتارا جونيور صاحب هدف اللقاء في الدقيقة 36. محمد ياتارا ينزل اللاعب عبد الرزاق كمارا البديل اللي دخل في هذه اللحظات التبديل اللي تم. وادي امامنا استلام شوف المحاولة ممكن هدف التعديل. بص الهدوء بص الثقة بص دومبيا بص موني عملها ازاي. هو ده منتخب كوت ديفوار منتخب الافيال يعود في لحظه من اللحظات الصعبه جدا على المدرب هيرفي رينار. ولكن امامنا اهو مهاجم نادي سيسكا موسكو اللي نزل بهدوء بثقه كبيره قوي وكان في ربط ما بين اللاعب دومبيا امامنا اهو سيدو دومبيا واتعملت له حلوه قوي قوي من جانب بوني. ادي واحده من النجم الكبير يايا توريه الى بوني ويصلح الى القادم امامنا اهو في العمق الهجومي من جانب اللاعب دومبيا. ادي امامنا اهو لاعب بوني اللي ياتي احسن بوني يكمل في العمق احسن امامنا اهو ويعمل كوره حلوه قوي لدومبيا وخطا في التمركز من فودي كامارا ومن اللاعب بوجبا وتاخر في التغطيه من جانب اللاعب سانكو وبهدوء وبثقه يضعها في مرمى موسى نبي يطارة من هنا على طريق اللاعب امامنا. ابراهيم كونتي لاعب مهاري جدا. ابراهيم كونتي يرجع لطول في وسط الملعب يغير اللعب حلو قوي. ابراهيم تراوري اللي بيستلم. ابراهيم تراوري ويحاول وبشماله ويلف كره جميله جميله الكره ملفوفه ولمسه يد مش بتاع ابدا وجول. يا ولد يا ولد يا ولد محمد يا طارق محمد يا طارق ايه ضرب الكوره في الشباك امامنا. الكوره اتلعبت والكوره بتلمس في ايد المدافع. اللعب بيستمر ومحمد يا طارق يا هل ترى هل يكون هدف الفوز في اللقاء لصالح منتخب غينيا؟ اذا يا طارق يسجل في هذه اللحظات لاعب فريق نادي ليون. الكره العرضيه حلوه قوي. المساحات موجوده في دفاع كوت ديفوار في الجانب الايسر كان كانون واستلم حلو قوي اللاعب ابراهيم تراوري يلعب عرضيه يرتقي اليها ويلفريد المدافع شوف بقى هو اعتقد سيرجيو ريه هو رقم 17 لمست كده في المدافع وصلحت لمحمد ياتارا جونيور. محمد ياتارا جونيور لاعب فريق نادي ليون خطفها حلوه قوي قوي في الدقيقه 36 الهدف الاول لمنتخب غينيا. شوف بالارقام كوت ديفوار متفوقة وجيرفينيو وصل والكرة جت في العارضة. محمد ياتارا جونيور صاحب هدف اللقاء في الدقيقة 36. محمد ياتارا ينزل اللاعب عبد الرزاق كمارا البديل اللي دخل في هذه اللحظات التبديل اللي تم. وادي امامنا استلام شوف المحاولة ممكن هدف التعديل. بص الهدوء بص الثقة بص دومبيا بص موني عملها ازاي. هو ده منتخب كوت ديفوار منتخب الافيال يعود في لحظة من اللحظات الصعبة جدا على المدرب هيرفي رينار. ولكن امامنا اهو مهاجم نادي سيسكا موسكو اللي نزل بهدوء بثقة كبيرة قوي وكان في ربط ما بين اللاعب دومبيا امامنا اهو سيدو دومبيا واتعملت له حلوه قوي قوي من جانب بوني. ادي واحده من النجم الكبير يايا توريه الى بوني ويصلح الى القادم امامنا اهو في العمق الهجومي.